بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من مادة رسم هندسي 2. سيكون معنا مجموعة من الفيديوهات نشرح فيها ما يسمى بالموشن ستدي التي يتيحها هذا البرنامج. الموشن ستدي هي محاكاة للحركة، يكون معانا ميكانيزم معين متكون من مجموعة بارتس، يعني بيكون أسامبلي. نريد أن نتأكد من الحركة، حركة القطع بعضها لبعض، هل هي متناسقة، هل هي في مكانها. فهذا البرنامج يتيح لنا محاكاة الحركة، ما يسمى بالسيميليشن، موشن سيميليشن أو بالموشن ستدي، ويتيح هذا البرنامج. ستكون معنا مجموعة من الفيديوهات. الفيديو الأول سيكون مخصص، أو الفيديوهات الأولى مخصصة لتصميم ثلاثي أبعاد لقطعتين، والفيديوهات الأخيرة ستكون مخصصة لشرح السيتينج وطريقة الموشن ستدي لمحاكاة الحركة باستعمال برنامج سوليد ووركس. لإنتاج أو لتصميم القطع الثلاثية الأبعاد، الخطوات كلكم عارفينها طبعا. نروح إلى فتح ملف جديد Part، نبدأ بحفظ الملف، نحدد المكان طبعا، موشن ستدي لينير. طبعا في جزئين هنا للحركة، راح نعمل محاكاة الحركة لسيستم، يعني يعطينا حركة خطية لينير، ومحاكاة حركة لسيستم يعطينا حركة دائرية. سنبدأ بالحركة الخطية، يعني لينير. القطعة الأولى Part 1، ونبدأ بالسكتش. طبعا راح تتابعوني خطوة بخطوة. راح نرسم خلينا نبدأ في الفرونت بلين. نرسم ريكتانجل، سمارت دايمنشنز 90 مليمتر، ثلاثين مليمتر، احفظ، ثم بعد ذلك نجيب مستطيل ثاني، المقاسات 10 60، هنا 10، هنا 15. اوكي، راح نعمل توصيل trim entities extend تراجع. راح نرسم، راح نقطع هذا الجزء. طيب، راح نرسم خط من هنا إلى هنا، مع خط ثاني من الخط إلى الخط، ثم نعمل مقاسات من هنا إلى هنا 10، ومن هنا إلى هنا أيضا 10، ثم نقطع. اوكي، نحفظ،
نمر إلى Features، Extrude، طول 200 مليمتر. أوكي، نحفظ. خلينا نعملها أطول، نرجع إلى Definition، نعطيها 300. أوكي، خلينا نشوف الايزومتريك. حفظ، هذا البارت 1. تمام، انتهينا من البارت 1. في الفيديو الجاي راح نصمم البارت 2.